خاصة وشهر رمضان هو شهر القرآن، إذا كتب الله تعالى فرصة للبقاء واللقاء. دعوة جمعية النبراس الثقافية، 15 شارع إدريس الأكبر، وجدة: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص أو ينقص من أجر الصائم شيئا. بمناسبة شهر رمضان المعظم وفي إطار أنشطتها الاجتماعية، تتشرف جمعية النبراس الثقافية بوجدة بدعوة أهل البر والإحسان والكرم إلى المشاركة في إنجاح مشروع قفة رمضان، الذي يستهدف عددا من الأسر المحتاجة للتضامن والتكافل معهم خلال هذا الشهر الكريم. ملاحظة: من أجل إسهاماتكم المالية أو العينية، الطحين، الزيت، التمر، القطاني، السكر إلى آخره، أو أي معلومات إضافية، المرجو الاتصال بجمعية النبراس الثقافية على العنوان التالي: 15 شارع إدريس الأكبر أمام مسجد حمزة، وجدة، أو عبر الهاتف 036-70-28-11. بالنسبة لواحد شي ناس قال لك: يا سيدي، هذا يقول لك تزوجت هذه واحد الشهر من واحد الفتاة متدينة، وافقت ووافق الاهل ديالها، ولكن بعد الزواج امتنعت عن الفراش. يقول لي: علاش زوجتي يا رابحة؟ علاش ديتك لا وعلاش ديتيني؟ هاي لكي احصنك وتحصنينني. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إلى ما عفيتني شتي، شكون يعفني؟ كان بيصلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا خرج الرجل فنظر إلى امرأة فاستحسنها وأعجبته وتحركت نفسه، يعود إلى زوجته فيصيب منها ما يصيب الرجل زوجته، فيذهب الله ما به، فإن الذي معها هو الذي معها. ومن المرأة ديالك تمتنع من الفراش؟ إذا الدين ما سمعتيش انت واسمه قال سيدنا رسول الله: فالمرأة من دعا امرأته إلى فراشها. بقوا تسمعوا العلمانيات، أنت تعصبها، يقدر يغتصبها، يقدر يغتصبها، كل شيء يقلب، الرجل يغتصب مرته، أما اللي يغتصبهم برا وهم يظنوا هنا في الزناقي ويفوتوا عليهم مع 9:30 في الشارع، والهيه والهيه والوزوتيل وبرا، هذا ما عليش الهدرة. هادرين على المرأة اللي مزوجة، ها؟ قال رسول الله: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فلتستجب، في المعنى، ولو كانت على ظهر قتب، كنت على الظهر ديال البائر، ولو كانت على التنور، لو كانت تكون تخبز بكري، كان عندهم ذاك الفران يخبزوا، من دير الخبزة في الفران تقول لك: محرقت محرقت، تقول: لا اللهم تمحرق ولا محرق أنا، فهم؟ واشعر بها إلا الشهوة، حرها شديد، ويمكن والعياذ بالله أن تلعب على عقل الإنسان، وخاصة الشباب في ريعان شبابهم. هذاك عليك يقولوا للشباب: غضوا أبصاركم وتزوجوا. ها هو يغض أبصاره ويصبر، راه يصبر على هذا العري، ومنين يدي المرأة تقول له: لا 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 خصنا نصليو، الصلاة عندها وقتها. بنتي ابن عمر رضي الله عنه كان قبل أن يأتي إلى هذا التراويح كان يصيب من زوجته، عاد يمشي ليقبل على الله بقلبه. دين تاعنا فهمناه بالمقلوب، عنا ما عرفتش باللي هذيك من أعظم العبادات. قال رسول الله: وفي بضع أحدكم أجر، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: كذلك إذا كان يضعها في حرام فله عليه وزر، فإذا وضع في حلال يكون عنده الأجر. مال هذا أجرها أبنتي؟ راكي فاهمة غلط، إلا راكي تصلي هنا راكي فاهمة غلط، ولا ما راكيش تصلي هنايا راهم يصليو الخرط اللي غادي يقولوا لك. قال لك: ماذا أفعل؟ أصبر، واش غادي نقول ثاني روح طلقها وجيب أخرى؟ أصبر يا وليدي، ودير ادعي الله في الصلوات، وهذا رمضان إن للصائم دعوة، لا ترد، كثر أنت في الليل وفي الثلث الأخير. يا ربي هالمرأة فهمها الدين، يا ربي فهمها الدين. هذا الشيء اللي قال: عندي الزوجة تاعي توري الزينة انت حامها، ولد خوها، ولد خوها زعما هي عمته، ما عليهاش. شتو كل شيء، راه حنا عندنا كل شيء مخلط. ويا ربي وشحال يخص الفقهاء يديروا المجهود، ويخص المساجد كتقوم بالدور ديالها. انا تحسب لي من اللي كاين الاذاعات بزاف تاع الدين،
وحساب لي ملي كان شريطة بزاف، أنا قلت باللي هذا الجهل في بداهية الإسلام راه مشى ولا زمانه وصار من الدهر الذي أكل عليه الدهر وشارب. لكن وين نبقى نسمع بحال الأسئلة؟ واش المرأة تحتاجب على ولد خوها يعني عمته؟ وين يا ريت لو كان احنا ما يحتاجبوش مع ولد خوها، احنا لو كان غير خليها وكي خلي. يا ربي تعفو علينا يا رب، يا ربي علمنا ما ينفعنا، يا ربي كما جمعتنا هنا في هذا المسجد بتاع الأمة احشرنا في زمرة هذه الأمة، يا ربي كما جمعتنا هنا جمعنا قدام حبيبنا رسول الله، يا ربي ارزقنا الصدق والإخلاص، يا ربي لقيت اللي تخرج هذا الروح ويرفدونا على أربعة ويسوقونا عندك وراه قريب، فنوار التراب وتغلق دوننا الأبواب ولا يبقى إلا بابك يا تواب. ذاك النهار يا ربي ما تخلاش علينا من يتخلى علينا الخلق، يا ربي في ذاك النهار نور قبورنا، يا ربي يا ربي في ذاك النهار وسع علينا في قبورنا. وصلى الله على الحبيب.